وهلا حديث البلد مع نبيل نقولة. حديث البلد، انت دائما هيك بتلبس جان وشباب لك، بس يوم بتغزلنا فيك تحت الهواء. ميرسي على اساس انا ختيار يعني؟ لا بس انه في ناس بحبوا يلبسوا البدله حتى لو كان عمرهم 20 سنه. لا ماني اصحاب كثير مع البدله، بفضل هيك يعني. لبق لك على كل حال. عينيك الحلوين. سمعت شو خبرنا عن قميص ميشيل تحت الهواء؟ ما هو لابس جاكيت فوقه لانه في شيء اربع مطارح معلمين. بس هو ما بس هو ما خبر الحقيقه. ليه؟ ما كنا سهرانين سوا خلص كنا سهرانين سوا وصارت القصه مزبوط بس ثاني نهار نسي يغير القميص نسي لا جايبها اليوم بكل ثقه بالنفس وعليها روج لافر يعني ما هي هلا صارت هون انا وجاي انت وجاي على الطريق معقول كون من امبارح تركها ما هو بجد عليك اشياء انت كل بجد يوم ايه؟ ما حدا بيعرف ما حدا بيعرف شو ما حدا بيعرف شو بتطب عليه نبيل نقولة انت من النواب البارزين بتكتل الاصلاح والتغيير ومعروف عنك انك بتقول الامور حسب قناعاتك حتى لو ما كانت تتطابق مع مواقف التيار المعلنه ومن اواخر تصريحاتك المنفرده دعوتك الرئيس المكلف تمام سلام للاعتذار عن تشكيل الحكومه، كيف ممكن هالاستقاله تشكل حل للازمه الحكوميه الحاليه؟ لانه كلنا بنعرف انه وضع البلد اليوم ما بقى يحمل انه ما يكون في حكومه حقيقيه يعني صحيح انه الحكومه المستقيله عم بتقوم بواجباتها ولكن في امور اليوم اساسيه وضع البلد والمنطقه ككل بيستوجب انه يكون في حكومه حقيقيه تقدر تحكم فانا بلاقي انه الانسان اللي بخلال 8 اشهر ما قدر يالف حكومه يعني بده يجي الواحد يعني هي الازمه مرتبطه بشخصه لإله إذا مش مرتبطة بشخصه أنا مثلا ما تصير معي الشغلة وبعرف بسمي الأشياء بأسمي أو بعتذر هيدا أنا اللي قلت له أنا ماني عم بحط إنه هو عم بقلل من شخصيته ولكن لأنه بحترم شخصيته ما مفروض فيه إنه بس يقبل. ما هي الأشياء ما كتير بدها يعني كشف مكشوفة يعني بما إنه بين التسعة تسعة ستة وبين أول شيء دايما بلبنان تعودنا على المصادر انه مصدر بيقول يعني على الاشباح انا بقول الافضل انه يكون صريح معي يصارح الناس ويصارح الشعب اللبناني يقول لهم انا جيت لالف حكومه واقتناعاتي كذا وكذا وكذا ولكن بما انه الوضع مش عم بيسمح لي اني ثبت اقتناعاتي انا بعتذر ويمكن حدا غيري ينجح افضل بتعتقد حدا غيره في ينجح؟ يعني هالخطوه شو معقوله؟ يمكن حدا غيره يكون عنده غير اقتناعات إذا عنده غير اقتناعات ممكن ينجح نبيل نقولة مؤخرا التيار الوطني الحر عم بيقوم بمبادرات باتجاه كل الأطراف السياسية بمن فيهم تيار المستقبل النائب أحمد فتفت اعتبر هالانفتاح محاولة لتسويق العماد عون لرئاسة الجمهورية قديش عنده حظوظ الجنرال بالوصول للرئاسة بهالفترة؟ يعني معلش مع احترامنا للزميل دكتور أحمد فتفت نعم لو بيرجع بالذاكره للورا بيعرف انه من 2004 يعني قبل عوده الجنرال عون الى لبنان كان في دعوه من قبل العماد عون انه للبنانيين ككل قال لهم انه السوري سيخرج من لبنان خلينا نجتمع ونشوف كيف بنا هالمرحله اللي ما بعد السوري نقدر نأمنها بلبنان وحتى بنفس الوقت بعت رساله للرئيس بشار الاسد بهداك الوقت وطلب منه قال له انت رح تخرج من لبنان فمن الافضل انه يكون خروجك مشرف وخلينا نتفق على فورمولة يكون خروجك مشرف اذا العماد عون مدت الايد منا شيء جديد مش من هلا ومنا لتسويق رئاسه الجمهوريه انا بعتقد اللي ارتبط اسمه بكلمه التحرير منا يعني مع احترامي لرئاسه الجمهوريه لانه رئاسه الجمهوريه اي اضراب اللي كان باي بلد ديمقراطي ممكن انه تسقط رئيس جمهوريه ولكن صفه التحرير ما بتروح عن الشخص اللي بيقوم فيها شارل ديغول كان يسالوه اي بتفضل بيقولوا لك فخامه رئيس الجمهوريه ولا رجل التحرير كان يقول لهم رجل التحرير لانه رئيس الجمهوريه بعد سبع سنوات
بروح على بيته بصير مواطن عادي، ولكن التحرير بيبقى معي إلى الأبد. نبيل نقولها، أنت من متذوقي الفن، بتحب الفنانين وبتربطك صداقات مع كتار منهم، خلينا نشوف مين أقرب الناس. وهلأ أقرب الناس مع باسكال صقر. اليوم كسرته القاعدة لحديت هلا، كان يعني عم بيجي حدا من القرابة او من العائلة، اليوم في صداقة بتجمعكم مشان هيك انت معنا الليلة. باسكال صقر يعني كسبنا دوبل، اهلا وسهلا فيك بحديث البلد. انت فنانة ملتزمة بالغنى الراقي، اشتهرتي باغانيك الوطنية، ومؤخرا اعدت تسجيل ارضك الكرامة ويا وطني، وكان لنبيل نقولة فضل بهالموضوع. شو الدور اللي اديت دكتور نقولة؟ هلا دكتور نقولة صار لي بعرفته يمكن اكثر من سنة، بس سنتين تقريبا. كان من اللي بحبوا أغانية كلهم، وصار يحمسني إنه ليه ما بنرجع بنعيد الأشياء القديمة. وفي صديق مشترك أكيد الرئيس أنطوان جبارة اللي هو رئيس بلدية جديدة، والرئيس أنطوان هو ملحن ومؤلف أرضك الكرامي ووطني، فصاروا يتشجعوا معي إنه لازم نرجع نعيد تسجيلهم وتصويرهم. يعني توزيع جديد. توزيع جديد. هلا صورنا ارضك الكرامي ورجعنا صورنا وطني مش من زمان، ما بعرف اذا وصلت شقفي صغير نقدر. ليلى خصيتي حديث البلد بمشاهد من كليب وطني، مع انه الكليب ككل بعده مش جاهز، بدنا نشوفهم بس حتى نقدر نشوفهم. بدي اطلب انك تطلع بكاميرتك وبس تضوي احمر تقولي بلاير باسم. بلاير باسم. عن أهلي بكتب، عن بيتي بكتب، عن أحلامي طفولي، عن أرضي بكتب، أنا أرضي سيجت حدود بإيدي. باسكال صقر، التقيتي أنت ونبيل نقولة من حوالي سنة ونص سنتين بعشاء أصدقاء مشتركين، وبالحديث عن الغنى سميك بين الأسماء. هلأ كمان كان عم بيعد لنا الخبرية برا أنه أنا بحب صراحة باسكال صقر، قاموا أصحاب العزيمة قالوا له هي هون موجودة بالعشاء، وبادروا لتعريفكم على بعض. هلأ رح أطرح عليكم مجموعة أسئلة، والمطلوب أنكم تكتبوا إجابات سريعة على الأردواز اللي رح تجيبهم هلأ كيتي لقدامكم. عندكم ثواني قليلة حتى تجاوبوا، وبس يطلع الجواب بتحلوا الأدوات بتفرجوها قدامكم على الكاميرا. وكل سؤال موجه لاثنيناتكم. أوكي جاهزين؟ يلا. شو أغنية باسكال صقر المفضلة عند نبيل نقولة؟ بدك تكتبي وهو يكتب. اوكي هلا باسكال صبوا فوقك النار وجاي البطل. انت كتبت رح بنيها على الكاميرا، انا شفتك عم بتحط كل اغانيها وخصوصا ارضك الكرامي. كثير 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 قراب من بعض. شو الأغنية المفضلة عند باسكال؟ قال لي أنا بحبه. نبيل نقولها هيئته. بعدوني ونطاروني. هيئته كتب، اعتمد، اعتمد، يلا. لا لأنه بتغنيها دايماً.
اوكي متى تطلعي باسكال؟ ممنوع النقل. شفت شوي شوي. انا بقى شو عم يعني. طيب رح حط نفس الشيء يلا. زعبر عينك بالعينك. لا حطي نفس الشيء. لا عن جد بحبهم كلهم بس انا تنقول انه عم نجاوب مثل بعض. اوكي طيب يلا. ميشيل انت بدك تغطي من هلا وبالرايح. انت بدك تمنع على. لا انا على البيت بقى عم نيح. اوكي. اشتقنا لك يا بيروت، اشتقنا لك يا بيروت. مش معقول. معقول. إذا رح ضلوا هيك رح يوقف ميشيل بالنص، أوكي؟ إيه. أي حقيبة وزارية بتشبه نبيل نقولها؟ سامسونايت هي اللي بدي. إذا مليانة بس، فاضية ما بتسوى. ما هي بتنتلي مع الوزارة، بس تستلموا بتنتلي. اوكي يلا فرجونا الاردواز على الكاميرا. وزارة الداخلية خصوصا والاحب الصحة الداخلية. برافو. شفتي الفوزية طلعت مضبوطة معي. هو بحب الاشياء الداخلية الان. شو اكلته المفضلة؟ كوسكوس. الكوسكوس بحب الكوسكوس. هذه هينة. هيدي هينة. لك انا خطي بشع ولون عن جد. ما تغيريها ما تغيريها. لا مش غيري بس الخط خطي كثير بشع. لا مزبوط معه حق 100%. الكشك. خلينا نشوفه على الكاميرا. مين بيتصل بالثاني اكثر؟ هيدي هينه. هو ميرسي بشيف. يلا على السريع. مين بيتصل بالثاني اكثر؟ بسرعه بسرعه. مين بيتصل بالثاني اكثر؟ يلا بسرعه بسرعه بسرعه. مين بيتصل بالثاني اكثر؟ انت بتعرفي؟ ما حدا غيرك بيعرف مين بيتصل بالثاني اكثر. مين؟ مين؟ والله ما بعرف يا عم. كيف مين؟ حدا بلا لازم بين معي. تتلفني لحدا يقول لك مين؟ استعيني بصديق. حسب أوكي. الظرف. ايه عندي صوتك ليكتب نفس الشيء. هو حسب الظرف. ما فكرت انه حسب الظرف. اوكي فينا نعتبر. وين تعرف على مرته؟ هيدا فرنسا اكيد. يلا على الكاميرا. الجامعة بفرنسا. بفرنسا. اوكي. على شو بنق اكثر شيء؟ على مرته. بفرنسا. كيف بنق؟ ما نقطة فوق. هي بس كلمة مش عربية. ما بناء على الفوضى بلبنان. لأنه مبدأ. انت حلاق حديث البلد وشعر باسكال منوبر. شو؟ شعرك منوبر شوي من هون وهو حلاق. ايه شو؟ شوية سبراي بظبط لك اياه هون. قوم شي تصغيرة. تفضل. فيني وكلك؟ تفضل. أنا بعملها شامبوان. شفت القصة؟ والله بعد حاضر. دلو كثير.